السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف إزاي تقدر تغير الباسورد الخاصة بالطالب بعد الباسورد الجديدة اللي هي جات للطلاب. طبعا الطريقة هيبقى عن طريق المعلم أو مربي الصف. بيدخل كل المدرسين طبعا لهم صلاحية، بيدخل على الموقع sso.moe.gov.ae زي ما ظهر عندنا، وبتسجل باليوزر نيم والباسورد بتاعك، بس بتكتبه بطريقة الإيميل. بيجي لك الصورة اللي قدامك دي، تدخل على إعادة تعيين كلمة المرور للطلاب. هنا بكتب في الخانة الأولى، بكتب S رقم الإيسز بالنسبة للطلاب at moe.ae. طبعا هنا بيكون S بالنسبة للطلاب القدام اللي موجودين لهم رقم إيسز قديم، أما بالنسبة للطلبة الجديدة هتلاقي في عندك STUM أو STUF. بيبقى في بعض الطلاب باخد الرقم الايسس بتاعه زي ما هو مكتوب بالاربع حروف اللي في الاول، وبعدين ببدا احط له الباسورد الجديده. خلي بالك الباسورد الجديده لازم تكون ميكس بين ارقام وحروف كابيتال، حروف سمول ورموز. الرموز اللي هي الات، علامه الدولار، الشباك. بس ابعد في كلمه السر عن انك تاخد مثلا يعني ده بتاعت الطالب احمد، ما كتبش احمد آت رقم الإيسز، أو ما ينفعش إن أنا أكتب الاسم الأول، ولا ينفع إنك أنت تختار كلمة سر قديمة كنت مختارها قبل كده أو كان الطالب حاططها، ولا الباسورد القديمة اللي إحنا كنا شغالين بيها اللي هي STU كابيتال هاشتاج رقم الإيسز. بختار ممكن تاخد اسم العائلة بتاعه أو تختار اسم هو يكون حابب إن هو يضيفه، وأضيف رمز ورقم معين خاص به هو يكون هو حافظه برضه، أو أنت تضيفه له بحيث إن هو الطالب يقدر يستخدمه. بعد ما بكتب الباسورد مرتين اتنين أكد عليها، بعمل إعادة تعيين. من ضمن الحاجات اللي ممكن تظهر برضه تبين لي إن كلمة السر بتاعتي قوية ولا لأ، أو بتوافق الشروط المطلوبة، إنك أنت لما تيجي تكتبها بتلاقي في عندك تحت الكلام ده بقى باللون الاخضر، يبقى انت كده حققت الشروط بتاعتك، تقدر تعمل اعاده تعيين عادي وهيقبل منك. طيب في بعض الناس هتظهر لهم رساله اللي هي غير قادر على تغيير كلمه المرور، ده معناه ان الكلمه دي كانت قديمه قبل كده او قريبه ان حد يخمن. ما كتبش 1 2 3 4 5 6 لحد 9، يبقى هيبين لي كلمه غير قادر على تغيير كلمه المرور، ده معناه ان كلمه السر دي سهله التخمين، فعيد كتابة كلمة سر تانية وهيقبل معاك على طول. وبكده تقدر تغير أي باسورد لأي طالب عندك عشان نسهل المهم على الطلاب اللي ما وصلهمش رسالة بالباسورد الجديد. شكرا ليكم ونشوفكم على خير.